السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ممتاز جدا للناس اللي هي بتحضر دكتوراه. الموقع ده ممكن يساعدك ان انت تحصل على مشاريع وبرامج ابحاث دكتوراه ويقارنها ببعض من اكتر من جامعة. في فرص كتيرة للدكتوراه ومنح دراسية، بيديك برضو نصايح اول ابحاث الدراسات العليا والتمويل. تقدر تدور على درجة الدكتوراه المناسبة ليك وازاي تحصل عليها في الواقع. في انواع كتيره جدا مختلفه، في حاجات خاصه بالبيزنس مانجمنت، حاجات خاصه بالطب، حاجات خاصه بالجيولوجيا، وبرده في لو انت عايز تبقى مموله او يعني مدفوعه برده تقدر تلاقي حاجات زي كده. ودي بعض الجامعات او الفرص اللي تدرس فيها، دول كتيره مختلفه. تقدر تعمل سيرش على اي مجال انت عايزه، وليكن مثلا بروجكت، يبدأ بقى يجيب لك ايه الجامعات المهتمية في مجال الإدارة مثلا. او تقدر تعمل سيرش ترتبهم حسب ما انت عايز.